اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن زي ما كنا بنتكلم معاكم في بدايه الحلقه النهارده عن انه خلاص بدا العد التنازلي لمؤتمر المناخ واللي هيقام باذن الله على ارض السلام بمدينه شرم الشيخ في نوفمبر القادم. وكان في حقيقه يعني جهود كبيره بتتعمل على ارض الواقع على كل المستويات، خصوصا مساله على المستوى السياسي والدبلوماسي للتحضير لهذا المؤتمر، وده اللي خلى مصر هي الاقدر باستضافه هذا الحدث الاممي. وخلال عام يمكن كانت الدبلوماسية المصرية في جهد وعمل مستمر في يعني كل المباحثات والمؤتمرات أيضا الاجتماعات لرسم خارطة الطريق لمواجهة التحديات المتعلقة بمسألة التغير المناخي، وأيضا وضع قضايا القارة الأفريقية في المقدمة. نتكلم مع حضراتكم عن آخر الخطوات لاستضافة مؤتمر المناخ. بيسعدنا النهاردة أن يكون معنا سعادة السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة وكبير مفوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ. صباح الخير على حضرتك سعادة السفير. برأي حضرتك كيف ستعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ للانتقال من مرحلة التعهدات للتنفيذ؟ أولا شكرا على الاستضافة، وأهم حاجة بس الأول إن احنا نحط الإطار العام للمؤتمر. هو ده الدورة 27، بقى لنا 28 سنة المجتمع الدولي بيجتمع بقى له 28 سنة على مختلف المستويات علشان يحط الإطار التفاعلي الدولي للتعامل مع التغيرات المناخية. وده يعد أكبر مؤتمر أممي من حيث مستوى المشاركة وعدد المشاركين والموضوعات اللي بيغطيها. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إن هو الدنيا حصل تطور في المفاوضات بتاع تغير المناخ، من إنها مجرد الناس بتقدم تقارير عشان نقيس التغيرات المناخية عاملة إزاي، ده كان لغاية 2007-2008. ثم من 2009 بدأ في بناء على التوصيات العلمية إن هو خلاص في توافق عالمي إن لازم يبقى في إجراءات متشددة صحيح. للتعامل مع التغيرات المناخية، وده أدى إلى التوصل إلى اتفاق باريس في 2015. ثم من 2015 لغاية جلاسكو العام الماضي نتفاوض حول كيفية التنفيذ. يعني في حاجة بسيطة كده نقول إن احنا تم الاتفاق على الهدف النهائي عايزين نوصل لإيه في 2050، ولكن التحدي دلوقتي هو تحديد المسارات لكيفية تنفيذ هذا الهدف. وده مش حاجة سهلة ومش بتحصل يعني سويتش اون اند اوف، ولا بتحصل في خلال سنة أو سنتين، ده تغير كامل في نمط التنمية بكافة أشكاله. فبالتالي المفاوضات بتاعته بتبقى مفاوضات شديدة التعقيد، ليها بعد سياسي وليها بعد فني وليها بعد اجتماعي وليها بعد اقتصادي. صحيح. طب احنا كمصر الحقيقة الحشد لاستضافة مصر المؤتمر بدأ مش بس السنة ديت، بدأ قبلها بما انه هو اكبر مؤتمر بيعقد على مستوى العالم، فلازم يبقى في توافق عالمي على الدوله الاستضافه. طبعا بيحصل روتيشن ما بين القارات، ولكن كل قاره بيبقى عندها كذا دوله متقدمه للاستضافه، ويتم التوافق ما بين كل الدول على الدوله بيشوفوها هي الاقدر بالاستضافه لقدراتها بقى الدبلوماسيه وامكانياتها وامكانيات الاستضافه، زائد قدرتها على حشد العمل الدولي والتعامل مع مختلف التوجهات اللي موجوده في الجهد الدولي. فده اللي احنا عملناه لغايه ما خدنا استضافه المؤتمر ما كنا في جلاسكو، ثم من وقتها لغايه دلوقتي شغل على كذا مستوى مختلف المستويات، سواء المستوى السياسي او المستوى الفني. يعني من اول الحقيقه يعني من اول فخامه الرئيس لغايه السيد وزير الخارجيه رئيس المؤتمر، السيده وزيره البيئه، الساده الوزراء كلهم، كل يعني نقول كل جمهوريه مصر العربيه يعني تحشد جهودها لانجاح المؤتمر. ولكن نجاح المؤتمر في الاخر بيعتمد على الدول الاطراف اللي موجوده، وعلى المؤتمر بقى بصورته الاوسع اللي هو في قطاع الخاص وفي مؤسسات التمويل الدوليه وفي عدد من اصحاب المصلحه اللي موجودين. فكمصر الحقيقه في الجانب التفاوضي والمسار التفاوضي الحقيقه كان في حشد شديد جدا. السيد الوزير اللي هو رئيس المؤتمر بدايه من اول السنه حوالي 4 أو 5 اجتماعات وزاريه عقدها، وعدد من الاجتماعات التفاوضيه من استضفناها في مصر وشاركنا فيها كلها بتهدف الى تقريب وجهات النظر في اليات التنفيذ. وهي دي النقطه. طب ازاي احنا هنتحول من مرحله التعهدات اللي هي موجوده الى مرحله التنفيذ، ودي تعتبر يعني اصعب حاجه، وده بقى الحقيقه اللي هو شغالين فيه على عدد من المستويات. لو يعني الوقت يسمح هشرح لكم في عجاله. الحقيقه يعني التصور اللي محطوط من فريق الرئاسه والرئاسه المصريه من البدايه ان احنا لازم هنتعامل على كذا مستوى في ضوء اهميه وتعقد وتشابك موضوع تغير المناخ. على المستوى الرئاسي، وده اللي هيبقى فيه قمه رئاسيه ان شاء الله في اول يومين في المؤتمر، الهدف منها مناقشه عدد من الموضوعات الرئيسيه اللي لها علاقه بالتغيرات المناخيه، وحشد الدعم على المستوى الرئاسي، حشد الدعم السياسي على المستوى الدولي. ده الجانب الرئاسي. ثم الجانب التفاوضي، وده اللي بتقوده يعني الفريق الرئاسه، يقوده السيد وزير الخارجيه رئيس المؤتمر بوفد كبير من ضمن وزاره البيئه والتعاون الدولي واخرين،
ان احنا ازاي نقرب وجهات النظر عشان نوصل في الاخر لاتفاقات تسمح باستمرار الجهد الدولي للتعامل مع التغيرات المناخيه وتحقيق التغير زي ما بنسميه كده ترانسفورميشن في الاقتصاد، التغير المنشود في مختلف قطاعات الاقتصاد كلها. ثم المسار الاضافي اللي هو المسار بتاع اصحاب المصلحه او القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدوليه، وفيها بيتم حشد المجتمع القطاع الخاص والمنظمات الدوليه اولا عشان تبقى فاعل رئيسي في توفير التمويل والتكنولوجيا والدعم للتغير النمط التنموي، ولكن كمان عشان تغير هي كمان من اساليبها في الانتاج وتغير بقى في تحول كامل. والمستوى الرابع بقى التعامل مع بصوره مباشره مع عدد من اصحاب المصلحه وبصوره خاصه رائد المناخ دكتور محمود محيي الدين اللي هو بيتعامل مع القطاع الخاص وبنحاول نجيب عدد من المشروعات عشان نقدر نوجد لها مصادر تمويل، بحيث الهدف الرئيسي بتاعنا كرئاسه مصريه ان احنا نركز دلوقتي من التعهدات الى التنفيذ على ارض الواقع. صحيح. شوف القصص النجاح موجوده فين، نقدر نكررها في دول كثيره ونقدر نعملها سكيلنج اب بيسموها ريبليكابيليتي وسكيلابيليتي، وازاي نقدر نحافظ على الزخم الدولي في ظل ظروف معقده جدا سياسيا هذا العام عشان نفضل نسعى الى تحقيق الهدف بتاع الوصول الى دون الدرجتين او الدرجه ونص في متوسط ارتفاع درجه الحراره. فده يعني في عجاله كده الاوتلاين بتاع الجهد المصري. طبعا ده بيرتبط بيه عدد كبير جدا من التواصل المباشر من يعني كل اجهزه الدوله، طبعا السيد الوزير، وزير الخارجيه، رئيس المؤتمر، السيده وزيره البيئه، الساده الوزراء، كله بيتواصل مع نظرائه لضمان الحشد لنجاح المؤتمر. نعم، يعني سعادة السفير حضرتك تحدثت عن تحديد المسارات لتنفيذ الأهداف، ويمكن من ضمن الأهداف تحديدا تمويل الدول الأكثر تضررا في قضية التغيرات المناخية. إزاي ده هيحصل وإزاي هتشتغلوا على الملف ده تحديدا؟ هو هيك ملف التمويل هو أصعب ملفات المفاوضات. يعني أنا شخصيا بتفاوض على موضوع التمويل بقالي 10 سنين باسم القارة الأفريقية. هو أصعب موضوعات المفاوضات لأن هو بيرتبط بتوفير تمويل لكل الدول، الدول النامية بصورة خاصة يتوافق ومطالبها وإمكانياتها. ده في ظل ظروف دولية بتختلف من سنة للتانية، سواء كان في جائحة كوفيد قبلها أو كان في موضوع بتاع ارتفاع سعر الفايدة دلوقتي أو مشاكل سياسية أو تضخم أو غيره. فالتوفير التمويل ده اولا ما بيجيش من مصدر واحد، ما بيجيش بس من الدول المتقدمه. صحيح. لكن بيجي من الدول المتقدمه، مؤسسات التمويل، من القطاع الخاص، من الاستثمارات، وهو بيبقى يعني زي ميكس كده او خليط من عدد كبير من المصادر. الفكره كلها ان هو ازاي يتوافق هذا التمويل مع المطلوب تنفيذه من الدول الناميه. وهو ده الفرق ما بين ما قبل اتفاق باريس وما بعد اتفاق باريس. الحقيقه اللي احنا شغالين عليه او يعني فريق الرئاسه شغال عليه هو الضغط على الدول المتقدمه اللي هي عليها مسؤوليه واضحه في توفير التمويل وفقا لاتفاق باريس وفقا للاتفاقيه الاطاريه. نعم. انها تكمل التعهدات بتاعتها وتنفذ التعهدات بتاعه التمويل بتاعتها، ولكن ده برضو لازم نبقى واضحين ده جزء صغير جدا من الاحتياج الاكبر. يعني التقديرات بتاعه احتياج التغير المطلوب وفقا للدوله الناميه بس من هنا لغايه سنه 2030 حوالي 5.6 تريليون دولار. التعهدات اللي قدمتها الدول المتقدمه حوالي 100 مليار سنويا او اكثر شويه. ما تقدمه مؤسسات التمويل الدوليه حوالي 70 الى 80 مليار. تدفقات التمويل من القطاع الخاص حوالي 100 او 150 مليار، ففي طبعا فجوه كبيره جدا ما بين المطلوب وما بين اللي بيحصل على ارض الواقع، وده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا بقى ندور على المشروعات اللي نجحت تقدر تكررها ازاي في دول ثانيه، بحيث يبقى اولا تاثر فتره الموافقات، يبقى في تمويل مؤكد ان هو يحقق نتائج بنسبه كبيره جدا، وتوفير التمويل بقى اهم حاجه ان هو يبقى ميسر، لان الدول الناميه كتير عندها نسبه ديون مرتفعه ما تقدرش تاخد اصلا ديون ثانيه. فيعني على كذا ليفل المفاوضات بتاعه التمويل ديت مفاوضات معقده. معقد. هل هنوصل ل 5.6 تريليون؟ اكيد لا، ولكن على الاقل اللي احنا بنسعى عليه ان احنا المستويات اللي وصلنا لها العام الماضي لازم يبقى فيه بروجريشن، لازم يبقى فيه العام ده يبقى فيه تعهدات اعلى. صحيح. بحيث تدي انديكيشن واضح للقطاع الخاص وللحكومات انها تكمل في المسار بتاع الانتقال الاقتصادي بتاعها، تغيير النموذج الاقتصادي بتاعها، طاقه بقى متجدده، عربيات كهرباء، اداره مخلفات، اداره قطاع الزراعه، كل قطاعات الاقتصاد هي هتتاثر سلبا او ايجابا، ولكنها كلها مرتبطه بالتغيرات المناخيه. طيب سعاده السفير، الى اي مدى مصر بتستفيد من استضافه يعني حدث كبير زي الكوب 27؟ وزي ما قلت في الاول هو اكبر مؤتمر دولي. تمام. وبيشارك فيه عدد كبير جدا من رؤساء الدول والحكومات، وعدد كبير جدا من المشاركين بيناقشوا قضيه شديده التعقيد ومتشعبه.
اولا الحصول على حق الاستضافه في حد ذاته ده لوحده ده انجاز، لان هو بيعد تاكيد للدور القيادي والرئاسي والريادي وقدره الدوله على الاستضافه، ده جزء. ثم اداره المسار التفاوضي او بدايه المفاوضات من بدايه العام لغايه اخره، ده برضو ده جزء تاني مهم جدا. قدره الدوله انها تقدر تحشد الدول المختلفه باختلاف توجهاتها انها تقدر تتوصل لتوافقات. ثم المؤتمر نفسه بقى ونتائجه له اولا بعد سياسي زي ما قلنا، له بعد دبلوماسي، وهو قدره الدوله، بيؤكد قدره الدوله على اداره مفاوضات شديده التعقيد. وفي جانب بقى تاني العائد اللي بيحصل من وجود حوالي 20 25 الف مشارك، 70 80 رئيس جمهوريه موجودين في مكان واحد في دوله، في مدينه زي شرم الشيخ، في دوله زي مصر. اولا تغطيه اعلاميه واسعه جدا، ثانيا يعني تواجدهم وتفاعلهم مع المجتمع المصري ومع قطاع السياحه دعم سياحي كويس جدا. والاهم من كده وكده، وبيأكد على الدور الريادي في للدوله في على المستوى الدولي. طيب سيادة السفير، يعني باعتبار حضرتك احد يعني من عملوا في هذا الملف واحد المسؤولين في هذا الملف ايضا، عاوزين نعرف على الدور المصري في مواجهه خطر التغيرات المناخيه. الحقيقه مصر من زمان من الدول الرائده في التعامل مع التغيرات المناخيه. في حاجات كتيرة جدا بتتعمل، الحقيقة ممكن الواحد ما يبقاش عارف، أو يعني الناس اللي طالما ما تقالش إن دي ليها علاقة بالتغيرات المناخية، ما الواحد ما يبقاش عارف هي إيه. يعني لو خدنا مثلا حماية الشواطئ، الحماية بتاعة الشواطئ، ده مصر بتستثمر فيه من زمان جدا. حماية الشواطئ أحد الأسباب الرئيسية للنحر في الشواطئ هو ارتفاع مستوى سطح البحر، هو تسبب التغيرات المناخية. ذوبان الثلج ما بالظبط، ارتفاع ذوبان الثلج في القطبين بيؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر. مشاريع النقل المستدام سواء المونوريل او الاندر جراوند او الاتوبيسات او الاتوبيس الترددي، كل دي مشاريع الترام المترو في اسكندريه، كل دي مشروعات بتؤدي الى خفض الانبعاثات. التوجه نحو الطاقه المتجدده، يعني مصر من الدول الرائده في المنطقه وفي القاره الافريقيه في الطاقه المتجدده، وصلنا نسبه 20% من قدراتنا لانتاج الطاقه في سنه 2020، وبنسعى الى 42% سنه 2035. فده كله بيؤكد ان مصر في مسارها للتعامل مع التغيرات المناخيه، غير ان احنا اصلا كدوله في يعني بند كبير جدا من المصروفات الغير منظوره في ده، مثلا قطاع الزراعه. قطاع الزراعه ده من اكثر القطاعات اللي بتتاثر بالتغيرات المناخيه. صحيح. انت بتدعم الفلاح، بتدعم قطاع الزراعه، بتقدم له كل حاجه ممكنه، حلول بقى من صوب زراعيه كل حتى كمان الدعم اللي بيروح للمزارعين، الدعم بيروح للاسمده، كل الكلام ده تقدر تحطه تحت الامر التقاوي اللي هي التقاوي المعتمده كل دي اللي بتغير او مراكز الابحاث اللي شغاله على الحاجات ديت. فدي كلها مكافحه التصحر، التعامل مع موجات الجفاف، كل الكلام دوت، كل ده ليه علاقه بالتغيرات المناخيه. تطوير اصلا المعايير الستاندرز بتاعه المنتجات المصريه، التكييفات، كل الكلام ده بيصب في الاخر ناحيه خفض الانبعاثات او التعامل مع الاثار المناخيه. كدوله بنعمل جهد، ما كانش علينا التزام لان احنا من اقل الدول، يعني مش من اقل الدول، يعني ملناش المسؤوليه التاريخيه في الموضوع بتاع تغير المناخ. اجمالي انبعاثات مصر حوالي 0.6 ل 0.7% من اجمالي الانبعاثات العالميه. ولكن كدوله بتقوم بدورها في على المستوى الدولي في المجتمع الدولي، الحقيقه عاملين يعني اللي نقدر عليه، واعتقد ان في بوتنشلز كمان نتوسع في الموضوع ده، ان شاء الله المؤتمر يساعدنا في هذا الاطار. نعم، احنا نشكر الرحمة. اتفضل. يعني في الحقيقه يمكن في عدد من المصطلحات اللي احيانا بتبقى غير مستصاغه لدى المشاهد وهو بيسمعها، يمكن حاجه ذكرت منها مثلا التصحر، ارتفاع الانبعاثات الحراريه، عاوزين برضو لو ندي كده في عجاله تعريفات سريعه لدي مبسطه بقى. هو حاجه يعني التعريفات المبسطه للحاجات بتاعت موضوع تغير المناخ، الميتيجيشن بيسموه الميتيجيشن، هو خفض الانبعاثات. اي نشاط ايا كان بيطلع منه انبعاثات، يعني عربيه الناس اقرب حاجه ليها العدم بتاع العربيات. صحيح. او العدم بتاع محطات الكهرباء، او حتى لو في لايف ستوك اللي هو لو في حد بيربي حيوانات، في عنده قطعان من المشاية، كل دي الزراعه بتطلع انبعاثات، كل حاجه بتطلع انبعاثات، اي نشاط بيحصل بيطلع انبعاثات. لكن في قطاعات هي المسؤوله الاكبر عن هذه الانبعاثات، انتاج الطاقه مثلا، وبالذات انتاج الطاقه من الفحم، طلع انبعاثات شديده جدا. فعشان كده التحول الاساسي بيحصل في مجال الطاقه، ثم النقل، العربيات والاتوبيسات، ده الجنب بتاع الانبعاثات. غازات الاحتباس الحراري، غازات الاحتباس الحراري هي غازات الصوبه الزجاجيه اللي هي جي اتش جي، وكلها تنسب الى ثاني اكسيد الكربون.
في جزء تاني اللي هو التكيف، التكيف الادابتيشن، ده معناه ازاي تقدر تتعامل مع الاثار بتاع التغيرات المناخيه. نعم. زي مثلا كان من اسبوعين في درجه حراره 40 في القاهره، كانش ده بيحصل قبل كده الواحد وهو صغير يعني مش كبير قوي. صحيح. يعني الوقت ده الواحد بيبقى مشتي وده بتمطر، وبره حتى الدول الاوروبيه شفنا درجات حراره بالزبط. السنه دي في باريس وفي لندن بالظبط حاجه بيحصل اما حر شديد جدا في الصيف. تقدر ازاي تتعامل مع الموجات ديت، ودي بقى الجانب الاصعب، لان انت بتضطر تستثمر كدوله علشان اولا تجهز البنيه الاساسيه بتاعتك تتعامل. يعني لو نتذكر مثلا المطر اللي حصل في يوم واحد في القاهره وغرق مناطق كثيره من القاهره، ما ده تضارب مناخيه عمرها ما حصلت قبل كده. ما تقدرش انت تعمل تو ديزاين الانفراستراكشر بتاعك او البنيه الاساسيه علشان يوم واحد. صحيح. لكن لما بيحصل الازمه ديت ليها اثار اقتصاديه كبيره جدا وليها خسائر بشريه وخسائر اقتصاديه وخسائر واسعه جدا، ازاي تتعامل معاها، هو ده جزء بتاع التكيف. ثم بقى الاصعب زي مثلا اللي حصل في باكستان، فيضانات فجاه مش وقتها وكميه كبيره جدا، تدمير كامل للبنيه الاساسيه للبلد وتشريد 30 مليون بني ادم. دي بقى يسموها اللوس اند دامج اللي هي الخسائر والاضرار. ازاي تتعامل معاها وانت تقدر تبني بعدها وتتعامل مع الازمه الانسانيه والاقتصاديه في وقتها. كل دي حاجات بتندرج تحت تغير المناخ، وكل دي حاجات ليها تاثير مباشر، او يعني هي دي تاثير مباشر للتغيرات المناخيه. وفي حاجات تانية في، يعني انا عارف ان احنا الوقت ازمه، بس يعني في حاجات تانية مع حضرتك. في حاجات تانية برضو يعني الناس مش هتفكر فيها قوي، مثلا الناس اللي بتروح اسكندريه في الصيف. السنه دي، السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، بقى في طيارات بحريه شديده جدا. طيارات بحريه شديده جدا في اوقات ما كانتش بتحصل في شهر 8 مثلا، في شهر 7 فجاه عندك هواء شديد وتطلع الارصاد، مصاعد الارصاد، يقول لك والله في طيارات بحريه شديده جدا، ما كانتش بتحصل قبل كده. صحيح. ده كل ده ليه؟ لان ارتفاع متوسط ارتفاع درجه الحراره بيؤدي الى ان المحيطات والبحار بتبقى ادفى، حتت ادفى من حتت، فبالتالي الطيارات البحريه بتتغير. هي فكره التغيرات المناخيه ايه؟ هي ان انت النظام المستقر للمناخ اللي هو حر جاف صيفا بارد ممطر شتاء اللي احنا كنا متعودين عليه ده في كتب التاريخ خلاص بعد انتهى خلاص، وبسبب ارتفاع درجه الحراره في حته وانخفاضها في حته وارتفاع مستوى سطح البحر في حته والكلام ده كله ادى الى تغيير في النظام المناخي. فادى الى ان انت مثلا السمك، مثلا الناس اللي شغاله في الصيد المتعوده الوقت الفلاني ده موسم سمك الوقار او موسم سمك البوري، فجأة الدنيا بقت أبرد أو بقت أدفى، السمك ده ما جاش، بالتالي الصيادين اللي شغالين على القصة ديت بدأوا يتضرروا. طب هيعمل إيه؟ تقدر تحاول تتعامل مع القصة دي إزاي؟ يمكن إحنا ده لمسناه يا سعادة السفير في تأخر فصل الصيف حتى العام الحالي. وهي بس مش بس تأخر، هي كمان قسوة الظواهر المناخية، يعني هي مثلا موجة برد بقت موجة برد شديدة جدا، موجة حر بقت موجة حر شديدة جدا. صحيح. غير انها غير حاده شويه عن المعتاد بالظبط كده، واطول او اقصر بس بقت اكثر شده وبتكرر بفترات اكتر، فبالتالي لازم تتعامل معاها. فبالتالي قدره الدول عشان تتعامل مع الكلام ده بتبقى محدوده لانها مش موجوده في الديزاين الاساسي. وكمان القدره على التنبؤ بيها بقت صعبه جدا، انت مش عارف ده هيؤدي الى ايه امتى ازاي، كلها موديلنج وكلها مودلز بتقول لك احتمال بنسبه كذا يحصل كذا، او بنسبه كذا يحصل كذا، او بنسبه كذا يحصل كذا، امر مؤكد كالماضي. فهو ده بقى، ودي مشكله ثانيه الانبريدكتابيليتي بتاعت اثار التغيرات المناخيه. ولكن في الاخر احنا دلوقتي متوسط ارتفاع درجه حراره 1.1 عن ما قبل الثوره الصناعيه. يعني وال1.1 عامله التاثيرات اللي احنا شايفينها دلوقتي. فلو وصلنا لاتنين الوضع هيبقى طبعا صعب جدا، عشان كده الهدف ان احنا نوصل في حدود 1.5. العلم بيقول او يعني الدراسات العلميه بتقول لو قفلت كل الانبعاثات بتاعتك دلوقتي هتوصل 1.5 بالانرجي، لان خلاص ثاني اكسيد الكربون الموجود في الجو عامل صوبه زجاجيه حوالين كوكب الارض فبيرفع درجه الحراره كده كده. طب احنا نعمل ايه بقى؟ نحاول نقلل الانبعاثات، ونحاول في الوقت التاني ان احنا نزود الامتصاص من هذه الانبعاثات اللي هو اشجار. طبعا ده جزء، الاشجار ده جزء مهم جدا، المسطحات المائيه كبيره، المحيطات هي اكبر حاجه بتسحب كربون من الجو. لكن قدرتها على السحب بدات تقل لانها خلاص بقى ساتوريتد بالكربون دايوكسيد. فهي طبعا الاشجار، حمايه الاشجار وخفض الانبعاثات بقى بصوره كبيره جدا في فتره قصيره، وده اللي كان الاتفاق اللي في جلاسكو. احنا عايزين نسرع عمليه التحول الاقتصادي ديت لبدل ما هي 2050 تبقى 2030 بنسبه كبيره. والتزام الدول، هيحتاج فلوس كتيره جدا، والتزام الدول الصناعيه ايضا بتعهداتها. والمشكله انه مع ازمه الطاقه اللي موجوده في اوروبا تعود بعض الدول لاستخدام الوقود الاحفوري من جديد. طبعا ما هي ده بقى ده التحدي الثاني، ما هو ده اللي بنقول حاجه، احنا متفقين على الهدف النهائي لكن مش متفقين على المسار. والمسار مختلف من دوله للثانيه، ولتحقيق الهدف النهائي محتاج مصادر تمويل مهوله، مصادر لسه مش موجوده.
احنا بقى في مصر بنحاول نعمله السنه دي، ان احنا نحاول يعني نوصل يعني كونكت ذا دوتس، ويعني نوصل بعض المشروعات وبعض البرامج، بحيث يبقى في امل في المستقبل، بدل ما يبقى الدنيا سيئه جدا وبنقول الدنيا رايحه في صعبه، لا بنقول والله يا جماعه في قصص نجاح نقدر نكررها، نقدر نساعد الدول، لان لازم تزودوا موضوعات التمويل، لازم يبقى في تغيير في السياسات بتاعت مؤسسه التمويل الدوليه. واعتقد ان الرساله ديت بتلقى صدى جامد جدا، احنا نسمع في البنك الدولي وصندوق النقد في تغييرات في سياساتهم في تيسير منح التمويل للدول الناميه، ازاي عشان تقدر تساعد في عمليه التحول الاقتصادي، تقدر ازاي تساعد الدول انها تحول الطاقه المتجدده بسرعه اسرع، بدل ما هي بسرعه ابطا، بسرعه اسرع، تقدر تحط تمويل قد ايه وميسر قد ايه عشان تقدر تعمل عمليه التحويل ده. هنسمع ان شاء الله، يعني ان شاء الله في شرم الشيخ هيبقى في قصص نجاح كتيره نقدر نحكيها، وان شاء الله بس دعواتكم المؤتمر يبقى ناجح، مش بس لمصر طبعا، لكن للمجتمع الدولي ولاولادنا، يعني اولادنا وان شاء الله يعني كل ما يحدث الان هو يعني لتامين مستقبل الاجيال القادمه تحديدا. والله وحضرنا كمان والله حاجه يعني. بما اننا تحدثنا عن شرم الشيخ تحديدا، وان شاء الله المؤتمر يكون فيه قصص نجاح كبيره، عاوزين نعرف اخر الاستعدادات بقى اللي تحدث الان في شرم الشيخ. هو حكى هو يعني انا عارف ان حكى يعني بتواصل الليل بالنهار وما بتنامش، انا عارف الله يكون في عونك. حكى لازم تروح شرم الشيخ الحقيقه، هو طبعا الجهد الاكبر بتقوم بيه السيده وزيره البيئه، هي المنسق الوزاري، ولكن مع وزاره الخارجيه مع الشركات اللي بتنفذ التوسعات بتاعت قاعه المؤتمر عشان تقدر تستوعب العدد الكبير ده. والانفراستراكشر بتاعت شرم الشيخ كلها الحقيقه بيتم اعاده تاهيلها بحيث انها تبقى مدينه خضراء. اوتوبيسات كهرباء والغاز الطبيعي موجود في اغلب الاماكن، بنقلل خالص الحاجات البلاستيك بحيث انها تبقى نموذج للمدينه الخضراء. بنستضيف الكاب 27 ونتحدث عن تغير المناخ، فنكون وجهه حضاريه لنا. بالظبط كده، هو دي الفكره اللي احنا كان احد الاهداف ان احنا فكرنا ليه نستضيف المؤتمر في مصر. اولا رفع الوعي بالنسبه للمواطن العادي، الناس كلها دلوقتي بتتكلم على كوب وتغير المناخ. اتنين، ان احنا نقدر نوجد النموذج ان احنا مصر عندها القدرات اللي تقدر تتحول بيها، ولكن ممكن تفتقد بعض القدرات الماليه، محتاجه بعض المساعدات في بعض القطاعات. وامكانيه ان احنا نعمل فعلا مدن خضراء، احنا دوله مفروض سياحيه من الطراز الاول، لو عندنا 4-5 مدن خضراء في مصر ده هيبقى جذب، عنصر جذب سياحي شديد جدا، غير انها اصلا بتفيد السكان، يعني هي اللايفليهود زي ما بنقول كده، المعيشه بتاعت البني ادمين لما يبقى فيها شجر ويبقى فيها بلاستيك اقل ويبقى فيها صحيه اكتر. بالظبط، صحيه اكتر، الصحه بتاعتهم تبقى احسن، الحياه الطبيعيه، دوره الحياه بتاعتهم تبقى احسن، لو في تلوث اقل في الجو، كل دي حاجات بتساعد على تحسين الظروف المعيشيه، وكان مرتبطه جدا برضو بالتغيرات المناخيه. يعني في الحقيقه احنا بنشكر حضرتك سعاده السفير محمد نصر، مدير اداره تغير المناخ والبيئه والتنميه المستدامه، كبير مفوضي رئاسه جمهوريه مصر العربيه لمؤتمر المناخ. شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا سعاده السفير. شكرا.